مرحبا صديقي زيد، شلونك؟ يا هلا، الحمد لله. الحمد هلا لله، بك، هلا بك، اخبارك؟ مبارك. والله الحمد لله، رمضان كريم. رمضان رمضان كريم كريم. علينا وعليكم، تقبل الله ان شاء الله. منا ومنكم، شلون الأمور؟ شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله، يعني رمضان بالخارج صعبة شوية، لأنه بالشغل والناس يعني اللي ما تفهم أنه شنو معنى الصيام، فيذكروك كل يوم ماكو أكل، ماكو شرب، يعني ما أدري، فشوية هاي بيها الصعوبة، بس الحمد لله لحد الآن يعني بسرعة بيمشي رمضان، الحمد لله، تقبل الله منا ممكن. هاي التحشيشة اللي هنا، ولا انت يمكن اكيد تعرفها، انه not even water، اللي هي ايه اللي ايه هنا لما ايه هاي تحشي المشكلة، ويا ايه هاي المشكلة. يسألك يعني احد هنا ما يصير مثلا. لك شيء، ما حد ما يموت، قلت والله ما ادري، صار لي من عمر 12 سنة لحد الان ما صار شيء، بس كل شوي يجي، يعني ما حتى بدون ماي، مو قهوة مو عصير، يابا خلونا في حالنا، ما ابغى اكل، لا nothing to eat or drink. سبحان الله، شلون تتعود وهيك شيء، يو كان ادابت. يعني صح، هنا انا اصعب هوايه، بس همين اشوفه يعني انه باشياء يكون مرات اسهل، يعني خصوصا فرق الجو. اكيد انت صحيح، صمت بالعراق وبالصيف، اوف هناك ايه كان بالصيف، فعلا متعب. يعني هم زين هسه أو. شويه يمشي على الشتاء، يصير شويه اريح. ايه شوي شوي، الحمد لله، لا لا عادي، الحمد لله، هو يعني واحد يتعود بسرعة بسرعة، دي مش هذا نص رمضان راح، يعني الحمد لله. جدا سعيد طبعا انه احنا نسوي هذا اللقاء زيد. اكو هواية اشياء احب اسولف وياك بيها. طبعا احنا تعارفنا عن طريق الايراكي بروفيشنالز، يونج ايراكي بروفيشنالز جروب على اي نعم الفيسبوك، صح؟ انت نعم اول شيء تعرفنا انه انت كنت كتبت قصة لك، او نوفل، اول نوفل اللي هي The Mountains We Carry، نعم رواية، نعم رواية، وهسه قاعد تكتب الرواية الثانية، وعن طريق هذا الجروب تعرفنا. والله هذا الجروب يعني كلش كلش مفيد، يعني هواية هواية أشياء وهواية ناس عرفت منه. فحاول في يوم من الأيام حتى القائمين على هذا الجروب إذا قدرت إنه يجون في البودكاست. والله، جروب قوي ومفيد، وصار لي يعني من زمان، من سنوات اتابع الجروب، بس كمباشرة يعني ما صار لي فرصة الى قبل مدة، فنزلت بوست عن الرواية مالتي The Mountains We Carry، لانه يعني احداثها صار بالعراق، ولانه دا اشتغل على مشروع الرواية الثانية، وهم على بغداد والعراق، ف ردد انه اتواصل ويا اخوه واخوات من عراقيين يعني اللي عاشوا هاي الحقبه، فصارت يعني فرصه انه تعرفت ويا كثير ناس، ومن واحد منهم جنابك، فكثير يعني سعيد بالاستضافه والتعارف، واشكرك على هاي الفرصه، وان شاء الله موفق دائما. والله أنا هم شكرا جزيلا لحضورك للبودكاست. ولو هو أنا يعني كانت بداية تعرفنا، إنه أنا قلت لك راح أبعث لك هاي المعلومات كلها وما صار مجال إنه أبعث لك إياها، فيمكن نقدر نحكي بهالمعلومات شوية ايه عادي، ايه بهالبودكاست. ان شاء الله ان شاء الله. حلو، فخليني إنه أول شيء أقدمك حتى المستمعين والمشاهدين يعرفوك أنت منو، وبعدين نقدر ندخل بهالمواضيع. أكيد كلش عاجبني أعرف على الرواية، ليش حبيت تكتب، حبك للكتابة، وبعدين طبعا كثير من الأشياء اللي هي نقدر نتكلم فيها عن أمريكا وعن العراق وعن الاغتراب والشغل أكيد. فأول شيء، اسمك هو زيد بريفكاني، أنا ما أعرف أقوله صح، نعم زيد نعم زيد بريفكاني، بريكاني، طبيب ومختص في أمراض الكلى، وهو ترانسبلانت نفرولوجيست اند دايركتور اوف دياليسيس. فأنا اللي فهمت أنه هي مختص بأمراض الكلى ونقل الكلى. اي نعم، اختصاص سويت اختصاص باطنية، وبعدين اختصاص الكلية، واختصاص دقيق بزرع الكلية. نعم حلو. وحاليا انت مدير مركز للكلى في ناشفيل. أنا هسه اشتغل بكوكفيل، وهي شوي يعني خارج ناشفيل، بس مدير مركز
غسل بالمستشفى ومدير مركز غسل، مركز غسل خارج المستشفى، إذا إضافة لشغلي ك يعني كاختصاص بالعيادة. حلو حلو. وكمان تعرف نفسك انه انت كردي عراقي من دهوك. الاخ الاكبر لسبع اخوه واخوات. والدك نعم انولد في دهوك ووالدتك من الموصل. ينطيك يعني هذا النوع من الدايفرسيتي بالعائله اللي انت جاي منها. انتقلت لامريكا لما كان عمرك 16 سنه نعم ومتزوج مع عندك ثلاث اطفال. هواياتك هي الكتابة والقراءة وركوب الدراجات والسفر. وحاليا تقيم في منطقة قريبة على ناشفيل، هي شو اسمها، في ولاية تينيسي مرة ثانية. هي في كوكفيل، انا يعني مقيم بناشفيل بس شغلي خارج ناشفيل، كوكفيل نعم بس مقيم بناشفيل، هي منطقة حلو ناشفيل كلها بتنسي. حلو. وكيفها ناشفيل؟ سامع عنها كثير بس والله ما شفتها لها هسه. والله ناشفيل حلوة، يعني كثير تغيرت هاي الآخر 10 سنوات. احنا من جينا على ناشفيل بال 97، بين 97 98 كانت يعني مثل مدينة صغيرة، ويعني إذا تتحول مثل ما تقول قرية كبيرة إلى مدينة، بس هسه في يعني تطور كلش كبير، يعني بنايات والداون تاون وناس تتحول، لأنه يعني مركز التنسي وناشفيل لأنه تقريبا وسط الولايات المتحدة وفيها شغل هواية، ويعني الكوست اوف ليفين المعيشة مناسبة جدا وما في ضرائب الولاية، والله فنازل تتحول كثير، يعني واحد ما يتصور، بس بي هواية بناس من الشرق الأوسط يعني اللاجئين كلش بي، ف يعني تتطور، وهسه يعني الطلب كلش زاد على البيوت وعلى الشقق، فتتطور كلش، راح يجي لحد بس يشتري عموما هناك. يعني حلوة. ايه وقلت لي ما فيها تاكس، هل هي ما فيها الانكم تاكس؟ ما فيها ستيت انكم تاكس؟ ايه ما فيها ستيت انكم تاكس. ما في، يعني مثل تكساس ما فيها ضريبة الدخل. ايه حلو. طبعا هي ناشفيل انا اللي اعرفه عنها، وهذا دائما الشيء اللي انا كثير مهتم فيه، انه هي مركز الموسيقي، فمركز موسيقى الكانتري وواحدة من المراكز نعم الكبيرة لموسيقى الروك. فما ادري اذا انت اصلا لك واهس بالموسيقى او موسيقى الروك او هيك شيء. والله عندي واحد بالموسيقى، بس موسيقى هاي كانتري ميوزك هاي يعني كلش كلش معروفة بناشفيل، كل هاي الاستوديوهات مال التسجيل، اكو شارع خاص يعني كل الاستوديوهات مال التسجيل، ويعني احنا يمكن يعني ما عندنا ربط خاص بهذا الجانب الموسيقي، بس من تحكي ويا الامريكان يقول لك احنا يعني ما نصدق نجي نزور ناشفيل، نروح هذا متحف الموسيقى، تسجيل موسيقي فكثير يعني ما كلش معروفه بالموسيقى، فهسه هم تصير معروفه بال ال سبايسي تشيكن، هات تشيكن، لا الدجاج، والله. ما ادري حتى يعني يقول لك ناشفيل هات سبايسي ناشفيل تشيكن، حتى بدبي وابو ظبي بده يفتحون أوه مطاعم واو. خلوا الاسم عليها ناشفيل هات تشيكن، فما هاي هاي ما 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 كنت ادري به الى قبل سنتين 3 سنوات، الناس قال لك والله جايين على ناشفيل بس حتى نذوق الدجاج مال ناشفيل، والله على زين ليش لا؟ لما نجيب لكم شغل جربتها عادي مثل ايه سبايسي تشيكن؟ ايه والله، بس يعني سبايسي احنا يعني عراقيين مو كل شوي سبايسي. ايه، بس هم ظاهر يعني كلش يعجبهم، يعني حفلات وهاي السياحة يعني هسه تصير يعني بها حركة كلش، بس الشيء اكبر شيء هسه بناشفيل الاي تي والهيلث كير، يعني جانب يعني شركات مثلا هسه امازون فتحوا يعني وير هاوس يعني كلش كبير، واوراكل راح تجي اتصور راح يجيبون 8000 عامل، هذول اللي واو. يجي هم جماعتكم اللي يجون من كاليفورنيا هم اللي خربوا علينا الماركت، الهاوسنج صاد ماركت، الكل لانه صح. جابوا نيسان، شركه نيسان كلها تحولت على ناشفيل كلها يعني، فجابوا كل يمكن 20000 واحد، فبعدين امازون هسه اوراكل راح تجي،
واكو شركات غيرها غالبيتهم يجون من كاليفورنيا، فهذول اللي يجون من كاليفورنيا يعني مثلا يبيع شقة صغيرة يجي يشتري بها قصر ناشف، قصر صح. فهاي خربوا علينا الماركت والله يعني. بس امازون ترى مو طرفنا يعني، طلابتكم ويا جماعه سياتل، لانه امازون هم بسياتل فاجوكم بالناس كلها يعني، ويست كوست، كله ويست كلها كوست. ويست كوست، احنا مشكلتنا ويا الويست كوست. وامازون يعني عندهم هذا السنتر الكبير، هو افتح بناشفيل لانهم كانوا ما مقررين يعني بعدهم انه وين راح يفتحوه، وكانت ولايات يعني قاعدين يحاولون يقولوا له انه جيف بيزوس تعال يمنا وراح نعطيك تسهيلات، لانه يعني يد عامله كلش هوايه امازون لما يفتح. هم هسه بناشفيل يعني عندهم، هم اجوا كان في منطقه معينه بالداون تاون كل هاي المحلات قديمه وبيوت قديمه، فكلها امازون اشترت كل هاي المنطقه، وهسه يعني يبنون كومبلكس كامل يعني مال امازون. ف حركه يعني حركه بناء، وناس تتحول مثلا يعني عراقيين، هي اكبر جاليه كرديه بامريكا موجوده بناشفيل يعني. ها واحد مثلا صح. يشوف ناشفيل بالخريطه على الخريطه ما يتصور، بس صح اكثر من 20,000 كردي من خاصه من العراق يعني موجودين بناشفيل. ف الحمد لله، بس شويه بها رطوبه عاليه بناشفيل والحساسيه يعني الالرجيز، بس عموما كلش يعني تعجبنا ناشفيل يعني. ما اريد اروح كاليفورنيا الا زياره، هاي يعني كاليفورنيا نيويورك واشنطن بس زياره سفر يعني زيارة طيب. سياحه. وزين زين، ليش هي صارت انه مركز الجاليه الكرديه بامريكا؟ وقلت لي انت هي الجاليه الكرديه العراقيه ولا الجاليه الكرديه عموما؟ هم اغلبهم جاليه الكرديه العراقيه، بس لانه الجاليه الكرديه العراقيه زادت وفتحت محلات وصار يعني الاسم، فتحولت الجاليات الكرديه من مناطق اخرى. هو يعني بدايه وما في شيء محدد بناشفيل انه يستقطب الاكراد، بس شنو اللي صار؟ اول وجبه من اللاجئين الكرد اللي جابوهم بالسبعينات، هاي من صارت هاي الحركه الكرديه والمشاكل السياسيه والهاي، فجابوا اللاجئين بالسبعينات. خلال السبعينات ناشفيل كانت يعني مدينة صغيرة والمعيشة سهلة جدا وبها معامل، فيجيبون مثلا لاجئ خاصة مستواهم التعليمي قليل، لأنه غالبيتهم جايين من مناطق نائية، فما عندهم قابلية الشغل مثلا مكاتب والدراسة، فيجيبوهم مثلا يشتغلون بالمعامل والشركات. فهاي يعني البداية اللي جاء مثلا 10 عوائل 15 عائلة، فشوية شوية العدد زاد وناس تحاول يعني. مثلا احنا اول ما جينا على امريكا اخذونا على فيرجينيا، يعني مدينة صغيرة جدا بوسط فيرجينيا نيوبورت نيوز، وما كنا نعرف ناس، ما كنا اصلا كان في اكراد او يعني عراقيين عموما، بس معنى انه هذا الكلام اي سنة زيد؟ هاي 98، احنا طلعنا من نهاية 96 اخذونا على جوام، احنا تقريبا 6000 واحد. اه واو. وبقينا 3 اشهر بجوام، 4 اشهر يعني على ما سووا الاوراق الهجرة، وبعدين بال 97 وصلنا فيرجينيا، فتقريبا بقينا سنة ونص. فسمعنا وقتها انه اكبر جالية كردية موجودة بناشفيل، وقتها كان يقولون 8000 واحد 9000 واحد، فوالدي قال احنا خلاص راح نروح على ناشفيل، يعني سواء عرفنا ناس ولا ما نعرف يعني الحشر مع الناس عيد. فتحولنا فاخر 10 سنوات قال لك يمكن 10000 واحد اكثر اجوا، فهيج يعني صارت يعني. وهم يعني عاده الجاليه الكرديه يعني نشطه مثلا بالاعمال الحره والبزنس، وفتحوا محلات و سوبر ماركت، فهاي يعني صارت حتى استقطبت يعني الجاليه العراقيه من غير الكرد يعني مثلا من مناطق اخرى. فهسه تشوف شوارع كامله كلها محلات يعني عبالك بالعراق يعني. يعني هم انا عندكم القطع المحلات والاسماء والهاي بالعربي موجوده تشوفها؟ اوه كلش، اي كلش، حتى في منطقه ستريب يعني بها كل محلات السوبر ماركت الكردية وبها المسجد،
المركز يعني الثقافي مركز إسلامي هذا صلاح الدين سنتر، واللي أغلبيتهم يعني 90% من يعني المنطقة اللي عايشين بها من الجالية الكردية، فحتى مدخل هاي المنطقة التجارية مكتوب يعني حاطين ساين كبير مكتوب ليتل كردستان، لأنه هسه يسمون ناشفيل كردستان المصغرة ليتل كردستان. فتشوف يعني محلات وفي صالون البغدادية وغيره، يعني واحد يشوفها حتى بالأسبوع مرة يعني شوية، يعني تحسسك انه ايه تحس انه تبين اهلك. احنا يعني هذا الشيء والله يمكن نفتقده هنا بالبي اريا خصوصا، يعني اكو جاليه عربيه، بس الجاليات العربيه اللي بالبي اريا هي اكو شيء، اليمنيه والفلسطينيه. عراقيين قليل، بس فرق عنا يمكن يعني تقريبا ساعه ونص للشرق، تروح لساكرامنتو اللي هي عاصمه كاليفورنيا، فيها جاليه عراقيه كبيره. يعني انا اول ما جيت، كمان اجيت لفرجينيا، نزلت في نورفك في فرجينيا، يمكن ظليت شهرين وبعدين انتقلت لساكرامنتو. كمان الاسواق العراقيه والمحلات العراقيه، يعني باعتبار انه هي كانت مركز توطين كمان للاجئين، بس اللي جوي اخر فتره، يعني باخر يمكن 10 سنين 15 سنه. وسامع من هواي عراقيين يعني اللي يروحون لساكرامنتو يقولون انه هم يحبوه لانه هي تشبه بغداد على ايام الثمانينات والتسعينات وهالشيء. هي شويه هادئه، يعني يمكن اهدى من باقي البي اريا. البي اريا تعرف انت على قولتك يعني شركات التكنولوجي، ودائما فيها يعني مناطق جذب كبيره، سان فرانسيسكو ولا اوكلاند ولا سان هوزيه، فدائما تشوف فيها الشباب كثير، وفيها يعني الوظائف كثيرة، فكثير صاخبة وكثير غالية كمان. يمكن أنا أجيك لناشفل هم، أنا أزيد لكم شوية أسعار الأجار. ايه دي تعال بس لا تشتري قريب من بيتنا. بس ده لا لا ان بالضبط. شاء الله قريب. الله يخليك. زين كمل لي شوي على رحلتك من العراق، من دهوك لهنا. كيف شفت يعني هي كيف كانت هاي الرحلة، حتى كيف أثر بك يمكن الأوضاع بالعراق؟ شو اللي تذكره من هو أنت حاليا ترجع تروح زيارات للعراق ولدهوك، ولا استقريت هنا؟ ما لا والله تقريبا كل سنة أروح، بس حلو. بسبب الكورونا شوية، بس كل سنة كنت أروح يعني عادة، ما إما زيارة ويا العائلة أو مع فريق طبي، يعني مثلا أسبوع 10 أيام تساعد المستشفيات هاي، بس بسبب كورونا يعني شوية قلت، بس إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله راح. هم إحنا يعني جيلنا مثل ما قلت لك قبل، احنا جيل الحروب، احنا يعني مثلا مواليد 79، فكل الثمانينات كل اللي نعرفه انه الحرب، يعني تفتح التلفزيون صور من المعركة وحرب 8 سنوات حرب صح. ايران، وطبعا مشكلة العراق انه يعني كان في يعني سيطرة السنترال جفرمنت، الحكومة كان مسيطر على كل شيء، كل مقدرات الدولة، فإذا الدولة تريد جزء من المجتمع يدري بشيء راح يدرون، إذا ما تريد هذه الطبقة تدري يصير تعتيم. فاللي صار أنه تجزأ العراق يعني مثلا ثقافيا أو اجتماعيا، ولو يعني عموما إذا تحكي مع عراقيين يقول لك قبل السقوط، قبل 2003 ما كان في مشاكل طائفية، وهو صحيح يعني أنا ما أتذكر أبد، يعني إحنا جيراننا يعني مسيحيين ونعرف ناس يعني مثلا من الطائفة اليزيدية والسنة والشيعة، يعني ما شفنا هاي المسائل، بس أنا بنظري أنه كان في نوع من الشرخ في المجتمع بسبب هاي الحساسيات، وعادة تبدأ من الحكومات، بس اللي فتح الباب مثل ما يقول على مصراعي بعد السقوط انه صار فراغ. بس عموما احنا شفنا يعني عدم الاستقرار خلال الحرب، صحيح يعني انه كان في استقرار اداري، صحيح انه يعني ما كل حرب ايران ما ذكر انه مثلا بالدي كان مدرس،
والدتي هم يعني بالمدرسة بالمختبر تشتغل. ما ذكر يعني هاي مسائل الايكونوميك، انه الراتب ماكو، ما فيها خلال حرب ايران، بس عدم الاستقرار النفسي، انه مثلا اي وقت يطلع اسم مواليد ويروحون الجبهه او الجيش الشعبي. صح فكطفل واحد يعني يشوف انه حتى اذا ما عبر عن القلق، بس في قلق يعني انه الحروب. بعدين صار شويه استقرار سنتين من نهايه حرب ايران الى 90، وبعدين صارت حرب الكويت واللي بعد يعني اسوء، لانه هذا القلق واسلحه الكيميائيه، وتجيب يعني بشهر كامل او شهرين احنا ما في كهرباء، واحنا بغرفه واحده، وما تعرف متى يجي التحالف ويقصف. يعني هاي الامور اثرت على هذا الجيل اللي احنا جيلنا، واللي هسه نشوف هذا الجيل اللي صار 30 سنه 40 سنه وهسه بالعراق. هذا الجيل اثر عليهم نفسيا، سواء صح شعب او اداريين او قياديين، هذا نفس الشيء يعني اثر عليهم. فبالتسعينات بعد الانتفاضه صار منطقه بالشمال بكردستان منعزله يعني كاداريا، بس الهاجس الامني دائما موجود، لانه صح. انت بين الموصل ودهوك اقل من نص ساعه. وانا يعني حتى اقول لك يعني لو بس دبابه واحده، يعني اذا هسه اي وقت التحالف يشيل ايده من العراق، بس دبابه واحده، لانه نسبه الخوف اللي كانت بالعراق من الجيش ومن النظام، من نظام صدام، دبابه واحده بس تدخل اطراف دهوك كافيه كل الدهوك تطلع. فهذا الخوف، هاجس الخوف دائما موجود. ووالدي يشتغل كمترجم ويا منظمه، يعني منظمه اعمار القرى والمدارس والجوامع. فبال 96 صارت هاي المشاكل، انه دخل يعني الجيش دخل بالاربيل فد يوم يومين، وصار قتلوا هاي وطلعوا، فصار هذا عدم الاستقرار، وطلع قانون انه اذا مسك اي واحد، صدقني اذا مسك اي واحد يشتغل ويا الامريكان او التحالف فراح يعني يقتلوهم. فلهذا كل هاي المنظمات خرجت يعني بال 96 بالصيف، فجأة كل هاي المنظمات الأمريكية والغرب كلهم طلعوا من كردستان، وخلوا العاملين والإداريين. فبعدين بعد شهرين صار يعني بين الشهر التاسع إلى شهر 12 صار في إيفاكويشن، إخلاء يعني من تقريبا 6000 واحد. ف يعني طلعنا من يعني كان نص، أنا الصف السادس إعدادي علمي، ونص السنة يعني شهر 12 بطلنا الدراسة، وكل هاي الأحلام أنه ندخل الطب، وراح كل شيء. فأخذونا على جوام، وأربعة أشهر بجوام يعني بالمخيم، يعني بالمنطقة معزولة، وعلى ما سوى يعني الأمور ترتيبات الهجرة. كنت قاعد أسألك كيف جوام؟ أنا ما يعني ما شايف حد رايح لها أو ما سامع عنها، هل هي جوام جزيرة؟ هي جزيرة بالباسيفيك، بالمحيط الهادي، قريبة من هاواي، قريبة من يعني ف يعني تابعة لأمريكا، بس عموما يعني بها ميلتري بيس، يعني مركز عسكري. بس حلوة جدا يعني، منطقة سياحية. وبس احنا اي والله ايه يعني كلش حلوة، بس شنو احنا داخل سياج، فنشوف الشاطئ، نشوف ال هاي المناطق الحلوه، بس ما نقدر نطلع. ما تقدر بس تروح حلوه لها. جدا. ايه فهي كلها يعني ضباط والعسكري اللي الامريكان اللي يعيشون، ما يعني ما تشوف فيها مسلمين او عرب او شرق اوسط يعني. وبعدين انتقلت نقلكم، يعني هو غريبه انه كانوا او يمكن كانت على ذاك الوقت يوطنون اول بجوام وبعدين ينقلوكم لامريكا، ولا كم ايه ظليت لجوام، هناك؟ لانه ايه جوام حتى سووا اوراق الهجره يعني. فخلال اربع اشهر خمس اشهر بجوام، شوي شوي مثلا كل يوم ياخذون 230 واحد بالطياره. فيسالون الناس مثلا وين تريد تروح. فانا
شاهدنا قرايب يعني يشون بواشنطن قريب من فيرجينيا في فيرفاكس، بس احنا طلبنا نروح هناك بس لأنه غالية جدا، واحنا يعني عائلة من 9 نفرات وصعبة، فما أخذونا هناك، فأخذونا نيوبورت نيوز واللي هي قريبة من نورفولك، بس ما يعني ما نعرف فيها أي أحد، فرخيصة جدا والمعيشة سهلة، بس صعبة الواحد لاجئ جاي وتارك البلد وهاي. فبقينا سنة ونص، خلصت الهاي سكول. هم أول شيء قالوا لي أنت لازم تعيد صف الخامس إعدادي وال11th grade يعني صف ال11، فما أنا أريد يعني هو كلتشر شاك، شوف الهاي صح سكول كله يعني ما يعني شيء غريب جدا. فردت بس أطلع يعني، وأنا منصدم يعني، أو بفكر يعني أنا كل عمري أريد أروح كلية الطب، هسه كل هاي الآمال راحت، وما يعني صعبة، واحد ما يعرف إيش راح يصير. فسويت ال 11 11th و 12th grade سنة واحدة بين السمر سكول والنايت سكول وخلصت. فبس خلصت ورأسا تحولنا على ناشفيل، فبديت الأندرجراد يعني مايكروبيولوجي 4 سنوات بتنسي. وهاي انت واخوتك واخواتك كمان نفس الشيء، يعني حاولتوا انه تكملون المدارس على السريع على مود الانتقال؟ انت يعني يمكن كانت انه فرصة انه انت بمرحلة انتقالية بالسادس، بس قصدي ايه ما بالنسبة للاخ. بالنسبة لي انتقالية، بس انا يعني الكبير الابناء، بس البقية اسهل، كان اسهل لهم لانهم مثلا بالصف العاشر او التاسع او الابتدائية، فما يعني ما صار فيها كثير ضغط انه هاي الترانزيشن. فمن حولنا على ناشفيل، بس حولوا المدارس، وبعد سنتين يعني منهم اتخرج بعد سنتين من إعدادية، اللي بدأ بالمتوسطة بعدها. يعني الحمد لله ترانزيشن شوية كان صعب بالبداية، بس يعني واحد يتعود، هاي جزء من الاكسبيرينس، من الواحد اللي يعايش هاي اللي يعيش أيام التسعينات بالعراق يتعود على كل شيء. يعني أنا أتذكر بال91 أيام يعني الحرب بالكويت، صحيح احنا بالشمال، احنا بالكردستان بدهوك، ما بس اتذكر بس مره واحده صار في قصف من التحالف على المدينه، يعني قصفوا منطقه سكنيه، وهذا لما بس تقول البقيه قصف، قصف في نفس دهوك ايه تحالف. بداخل المدينه، ايه نعم داخل المدينه واو منطقه، ايه سووا قصف وصار في كذا يعني افراد يعني قتلى وجرحى. بس هاي طبعا بالحرب، حرب ايران صار في قصف يعني مره، قصف عنيف يعني، قصفوا المستشفى العام بدهوك، يعني كثير كثير اذى المستشفى، وقتها يسموها مستشفى صدام. بس بحرب الكويت تحالف بس مره قصف، وما ادري ليش يعني استخبارات، يعني جاتهم معلومات استخباراتيه، بس هي شقق سكنيه ناس فقراء يعني احياء من احياء الفقيره، وانقصفت، وناس في يعني اللي القتلى كلهم فقراء، اللي اصلا واحد ما يتصور عندهم اي علاقه لا بالجيش ولا بالشفاء. بس عموما الاكسبيرينس كان صعب لانه ما في كهرباء. هو بعد الانتفاضه صار في حصار من طرفه، لانه صار حصار على العراق، والعراق هم سوى حصار على منطقه كردستان، لانه بالبدايه ما كان في كل هاي يعني التسهيلات ويا تركيا وإيران والمعابر الحدودية، فتقريبا كل شيء كان يجي من طريق يعني موصل أو كركوك، فحصار من طرفين. وأتذكر يعني ما كان عندنا كهرباء، أتذكر يعني أتصور يمكن كثير بالعراق، من العراق تذكرون هاي الأيام، يعني لأنه هاي حقول النفط اللي احترقت احترقت كان يجي ايه في المطر كله وصلكم عن يعني ايه، فواحد يصفي الماي حتى يشرب، يعني مأساة. بس هاي تسوي لك مثل بالامريكي الانجليزي يقول لك what doesn't break you makes you better، فتعود على هاي المصاعب، فمن تجي تصير اسهل انه واحد يتأقلم، او يعني يشوف انه هاي فرصة تغيير الحياة. الحمد لله، عموما الحمد لله.
ذكرني بهاي الأيام والله يا زيد، يعني هي خصوصا لما احترقت حقول النفط، يعني اللي كنا بالكويت لما كنا نشوف شيء على التلفزيون، بس هم اللي كان يصير ويانا ببيوتنا وهالشيء، يعني احنا هم وصلتنا هاي. طبعا الغانا هي شكلها غطت العراق كله، ايه الدخان مال الحرق، وبعدين وراها بيوم يمكن مطرت، فالدخان كله نزل على البيوت، يعني صارت البيوت كلها وين تشوفها عليها يعني هيك اسود نازل، انه كانه مي اسود. وبعدين تعرف يعني الناس اللي غسلتها غسلتها، واللي صبغت البيوت صبغتها، يعني كانت ذكرها الايام. واحنا اضطرينا مرات نشرب هذا الماي لانه ما عندنا ماي، يعني كل الماي منقطع والكهرباء ماكو، فناس يعني هذا الماي مطر يجي يعني تجمع هذا المطر وتصفيه، لانه ما يعني كانت مأساة ووضع صعب جدا بالبداية التسعينات. ف هي هاي نفس المشكلة الحروب، يعني احنا جيل الحرب مثل ما قلنا. نفس المشاكل اللي كانت تصير عندنا هم. انا اتذكرني هسه انه يعني لما كانت انه المي انقطع ايام، خصوصا بال 91، تذكر ال 91 كانت ضربتها كثير اقسى على العراق من ضربة ال 2003. يعني الكهرباء راحت، المي راح، الجسور انقصفت، هم كانوا يعني قاصدين انه، اتصور على ذاك الوقت الإدارة الأمريكية إنه يدمرون أكثر ما إنه يوقفون، يعني إنه بنية يوقفون تحتية مثلاً على إيه. فكان المي يجي يمكن مرة بالأسبوع، وكنا نخلي الجدار نجيبها، شو عندك أي شيء تقدر تخزن فيه مي تطلع تخزن فيه، وكانت من هذه الحنفيات الواطية اللي برا، لأنه ما كان يوصل للحنفية المطبخ مثلاً أو شيء، وظل تخزن بيه هو منه مي لأسبوع، أنت تغسل بيه تشرب. صحيح. اتذكر من ذكرياتي كان يصير لنا انه احنا تعيين ايش قد ما نشرب باليوم، يعني احنا اطفال على وقتها، تتذكر بال90 بال91 في جيل نعم، الثمانينات كمان، تشرب باليوم كله مثلا يمكن جلاس مي واحد او جلاسين مي، يمكن مو جلاس مي يعني ما اتذكر، بس كان اكو فد تحديد انه ما تقدر تشرب اكثر من هالشيء، لانه ما راح الباقي ما يكفيك. يعني عينا هاي احيانا الافلام اللي نشوفها اللي هي الووكينج ديد وهي تشيل البوستر ايه ابوكاليبتيك، لما يشوفوك انه اكلتك يا والله. الجيريكو، انا لما شفت جيريكو قلت يعني شلون انه هيك هم مصوريها لهالدرجه، هالشيء اللي يصير بالمجتمع، التغييرات كلها، وهم ما عايشين مثلا هالحرب فعلا، احنا يعني كلها عشناها ايام صحيح. كانت. بس حلو اللي انت يعني ما فقدت شغفك للطب، ومن انت كنت يعني بدهوك عايش كان عندك هالرغبة للطب. ليش كانت عندك رغبة للطب؟ والله هو تشوف انه احنا بالمجتمع مالتنا عموما الشرق الاوسط، اذا انت الاول على الصف دائما، اذا تذكر سوى قدوه الصف، اذا تذكر يعني قدوه الصف، فهذا الضغط انه لازم تصير دكتور دكتور. بس اني بالنسبه لي والله عندنا بالعائله اطباء بالعائله، فصار عندي يعني هذا الشغف بالطب زاد، حتى بعد ما جينا على امريكا. طبعا تشوف تعرف انه بامريكا هاي ما في هاي العقليه الضغط انه لازم طبيب او الا مهندس او محامي هاي. بس انا حاولت يعني كذا مره، حاولت اغير الميجر مالت، يعني حتى غيرت قلت كمبيوتر، لانه وقتها بالبدايه ال2000 وهاي كان كله كمبيوتر واي تي، حاولت ما وبعدين حولت على البوليتيكال ساينس، لانه كثير يعجبني السياسه، حكي بالسياسه والتاريخ هاي. غيرت بوليتيكال ساينس، حتى سويت ماينر انه باك اب جست ان كيس، بس ما قدرت يعني بالاخير. هاي كنت تدرس بأي جامعة أنت؟ عفوا هالمقاطعة طبعا. سموها ميدل تينيسي ستيت يونيفرسيتي، هاي تقريبا نص أوكي. ساعه ايش جنوب ناشفيل. بس درست يعني هي بريميد 4 سنوات، بس خلال هالمده تاخذ يعني الكلاسات العاديه، منها مثلا اخذت كلاسات علوم سياسيه فد 4 5، اخذت كلاسات على الليترتشر وهاي، فالادب الانجليزي ادب الاسباني، حتى اخذت كورسين مال بروجرامينج. فهاي طبعا دس هاي كانت مصيبه جدا، لانه ما اتحمل، لان يعني تفكيري ما استوعب هاي. ف
فردت بس اخلص من الكورسات هاي واطلع. فبالاخير يعني خلاص قلت هذا قدري. زين ليش؟ بس ايه كنت أسألك ليش يعني عجبتك لهالدرجة؟ هل فكرت في هالموضوع؟ ليش تشوف نفسك إنه أنت تحب الطب؟ والله بالنسبة إلي من أشوف الطب أنه طبيب يتعامل ويا مريض، هي من the most vulnerable state. يعني واحد يكون تتعامل ويا واحد ما عنده أي قوة، ما عنده أي قدرة، يعني مكتوف الأيدي. ف من تتعامل ويا واحد يحتاجك بدون ما يقدر يقول لك شنو اللي يحتاج. يعني مثلا انت هسه واحد جوعان يجي يقول لك انا جوعان، اريد خبز مثلا، عطشان اريد ماي، اريد هذا، انا دخاف احتاج مثلا هاي البروتكشن. بس المريض بهاي الانون، هاي الشيء انه تشعر انه انت محتاج بس ما تقدر تعبر عن هاي الحاجه، بس انت يعني خلاص vulnerable. فمكون تكون طبيب يعني شيء معقد جدا انه تقدر تتواصل ويا المريض ما وراء يعني مسائل الماديه وال يعني المحسوسه. فعندي دائما هاي الفكره يعني في الطب شيء مهم، لانه يعني اللي كثير اثر علي مثلا كذا مره، مثلا واحد يعني دائما واحد مثلا يتمرض هاي، فحتى اذا طالب طب، حتى اذا دكتور او اذا واحد من العائله، كل نظرتك تتغير من تتمرض. يعني مثلا هسه اذا واحد يكون اكبر واكبر طبيب بالدنيا، اعظم طبيب بالدنيا، بس تتمرض تشعر انه انت مو شيء، تشعر انه انت ضعيف. فهذا الشيء مهم جدا انه الطبيب يقدر يتعامل يتقارب من المريض بدون ما المريض يعني يحسس الطبيب بالحاجة، لأنه هاي مرحلة ضعف بالنسبة للطبيب. فبالنسبة لي هاي يعني التشالنج، والشيء يعني أشعر أنه يعني كثير أشعر بالسعادة أنه إذا تصير عندي فرصة أقدر أتواصل ويا مريض بدون ما يعني اشعر بالالم او بالضعف المريض، بدون ما المريض يحكي اي شيء. فهذا بالنسبه لي اكبر اعظم شيء بالطب، يعني واحد حلو يقدر يسويه. حلو حلو. طبعا يعني ما سالتك انت، تفضل اقول لك زيد ولا دكتور زيد، بما انه احنا بدنا نحكي بالطب. لا زيد، لا لا زيد عادي، احنا اخوه، واحنا اخوه، ما عندي هاي الرسميات بس للشغل. يعني حتى من اروح ازور العراق او اروح الدهوك، يعني مثلا ابناء العم والخال، ابناء الخال والخالات يجون بالبدايه كان يقول دكتور، قلت له شوف انت، يعني انت لعبنا طوبه وانت اسمك هذا وانا زيد، احنا سوينا هاي المشاكل وعركات واسمي زيد، ليش هسه يعني ما تغير شيء؟ فخلي بعدني نفسه. عاده بس بالرسميات بالشغل اكو دكتور، بس بقيه زيد، احنا اخوه. حلو حلو. هاك احيانا الناس مثلا تقول لا انا تعبت دراستها وست سنين ولا ثمان سنين، اريد الناس تصيح لي دكتور تشوف. انا 16 سنه، انا 16 سنه درست، من خلصت الهاي سكول الاعداديه، دراسه الكليه الجامعه وكليه الطب والاختصاص والريسيرش 16 سنه، بس هاي 16 سنه خلتني اخذ بريك من اسم الدكتور، فما عادي. حلو حلو. زين السؤال اللي كنت اريد اسالك اياه هو، احيانا يعني فد شيء انا شفته، يمكن ما اعرف، هل في دراسه الطب هنا او في التدريب في المستشفيات، هل الطبيب يعني انه يتدرب على انه التعامل مثلا بالطريقه اللي انت شرحتها، التعامل مع المريض انه هو من المريض في موقف ضعف، فيحتاج مثلا شيء اللي هو احنا نسميه الذكاء العاطفي او الايموشنال انتليجنس، يحتاج انه هالامباثي، احيانا يحتاج انه احد يحس بي يعني انه يشوفه انه فاهم شنو اللي يصير مع المريض. هل يصير هذا الشيء هنا؟ هل تدريب بهالاشياء؟ نعم، احنا اول سمستر بالكلية الطب، اول سمستر عندنا كلاس، يعني سمستر كامل دكتور بيشنت
ريليشن شيب، علاقة الطبيب والمريض، ويعني شلون تفهم السايكولوجي، شلون تفهم السايكولوجي الطبيب وسايكولوجي مال المريض. فهذا الشيء مهم جدا. وبعدين بس مع هذا يعني اتصور هم بالطب هسه حتى بامريكا، ولو امريكا نسبيا يعني مقارنه بمناطق اخرى يعني فيها تركيز اكثر على هاي العلاقه بين الطبيب والمريض، بس مع هذا اقول في نقطتين بتدريس الطب عامه كل الدنيا هسه العالم فيها شيء من التقصير. هاي التدريب السايكولوجي وتدريب البزنس، يعني الأطباء عامة عندهم لأنه هو إحنا دائما يعني كطبيب بس متعود درس وتحضير وكله رجد، يعني هذا يعني واحد زائد واحد، بس الطريقة الوحيدة تصير بيها اثنين أنه واحد زائد واحد، مو أنه اثنين ثلاثة ناقص، بس واحد بس واحد بس واحد. فتصير هاي نوع المينتال يعني ريجيديتي. وبس بعدين هم من البزنس، يعني قليل ما تشوف الاطباء عندهم هذا الجانب البزنس، انه يعني يقدر مثلا يفتح بزنس ويدير البزنس. فالجانب الكوميونيكيشن هم قليل بتدريس الطب. بس عموما احنا بالتدريس بالطب وحتى بالفيلوشيب كان في تركيز على جانب التواصل ويا المريض والسايكولوجي والمنتال اسسمنت، وهذا جزء كلش مهم كلش مهم. حلو حلو والله. يمكن هي على قولتك شيء يعني يحتاج من ناحية المريض، يعني تشوف انه احيانا وما اتخيل هي انه من باد انتنشن او من انه شيء انه الطبيب رايد يضر المريض، بس احيانا ما ينتبه الطبيب خصوصا في زحمة. يعني احنا نعرف انه مهنة الطب هي واحدة من اكثر المهن تاكسنج بالشغل اللي تحتاجه، وانه ما في يمكن اطباء كفاية حتى يلبون الاحتياج العالم. فاتصور انه يعني واحدة من الاشياء اللي يمكن بالمستقبل هذه راح يكون تركيز عليها، انه هو شلون يركزون اكثر على التعامل مع المريض والموشن. خلينا نروح لشيء ما أعرف إذا له علاقة أو ما له علاقة بالنسبة لك بدراسة الطب، بس حبك للكتابة. وقلنا إنه أنت كتبت حالياً رواية اللي هي The Mountains We Carry، وحالياً تكتب روايتك الثانية. خلينا نبدأ من البداية كلش، من وين إجا حبك للكتابة؟ وشو سويت يمكن بدايتك بالكتابة وين كانت؟ نعم، هو حبي للكتابة بدأ من حب المطالعة، يعني من بالضبط. هاي البداية. فأنا يعني وأنا صغير يعني بيت والي بيت جدي من يعني من الأم بالموصل، فهم أصلهم كراد بس مولودين وعايشين بالموصل. فكل صيف نروح نزورهم مرات، يعني نبقى مدة طويلة. فخالي عنده مطعم بالدواسة، وهاي تعرف ما ادري يعني اذا يعني راح الموصل بالمنطقة كلش يعني بها حركة، وفي منطقة الدواسة وشارع النجفي كلها بها مكتبات. فهذا دائما يعني اروح الموصل كل السنة، يعني the whole year عندي هذا الشغف انه اروح الموصل حتى اشتري كتب. فاروح اشتري كتب عادة قصص روايات وكتب اخرى ثقافية وهاي. فحتى من وانا طفل يعني شويه، فمجله الف باء اذا تذكرها وهاي ايوه يعني بقى. ايه. فهذا بالتسعينات يعني بدايه التسعينات يعني عمري 12 سنه، فبدات يعني مثلا يعني اقرا روايات يعني اكثر تعقيدا، فالروايات كلها بالعربي طبعا، ونحن ندرس بالعربي وكلش عندي شغف بالعربي. يعني انا يعني أعشق العربية، لأنه أتصور عربية أجمل لغة، يعني هاي الشعر خاصة عندي كلش اهتمام بالشعر. فمن المطالعة هاي فصار عندي هذا الشغف بالكتابة. فدائما كنت مثلا أكتب عن شوية مغامرات بالطفولة أو مذكرات يومية، حتى مذكرات. حاولت قصة تعرف يعني أنا واحد صديقي أمي كلش صديق جيرانه بس كلش صديق عزيز على قلبي، هو هم صار طبيب هسه بهولندا، بس احنا تعرف
شوية كنا مشاكسين. فمثلا إذا نعم واحد وإحنا اثنيناتنا عندنا اهتمام بالكتابة بالقراءة، يعني إحنا بسن ال 14 15 هاي، فشوف مثلا بالمحلة إذا في واحد من الشباب عنده مشكلة عاطفية، مشكلة حب ويا بنت وهاي ومهموم، فنتابع هاي القصة وسويها قصة. حتى كتبنا قصة سويها رواية الأسير، يعني عن واحد شاب من محلة وبنت يعني تلعب بعواطفه. فهاي هيك يعني شوي شوي بديت. بس الشيء اللي كلش أثر عليا أنه من بدينا نشعر، يعني احنا بال91 صار هاي الهجرة المليونية بعد يعني الانتفاضة، ويعني أكثر من مليونين شخص من يعني أكراد الكرد صرنا، يعني تقريبا 15 يوم مشي على الشهر الثالث والرابع بالجبال. فهاي الهجرة المليونية شفنا يعني مآسي مآسي كثيرة. واو فمن رجعنا سويت كل هاي يعني دايريز مذكرات، وهاي هم يعني مشروع رواية بالمستقبل إن شاء الله. فبعدين بدينا هذه مش إيه نعم زيد، هذه كانت بنفس الوقت اللي انتم دا تطلعون بيه لقوان، صارت هذه لا 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 القوام ب 96، بس هاي بال91، هاي في من الواحد صارت سنة. هاي بيسموها انتفاضة الشعبانية بالجنوب، اي وبعدين انتفاضة بالشمال. هاي مباشرة بعد حرب الكويت صار انتفاضة، وتقريبا أقل من شهر يعني صارت المنطقة يعني طلعت بها القوات العراقية، ما بها سيطرة الجيش العراقي، فصارت شبه يعني منطقة مستقلة. بس تعرف يعني بعدها طلع جورج بوش الأب قال احنا مهمتنا بالعراق انتهت، وهاي المشكلة المحلية بالعراق. وبعدها دخل يعني هجم الجيش العراقي، دخل على دهوك ومناطق أخرى اللي صار بها الانتفاضة، فالناس هربنا. يعني اتذكر يعني احنا رحنا للجبال هاي، فهاي صار بها مأساة، يعني ما واحد ناس يعني تموت على الطريق، ناس تترك أهلها الله يرحم لأنه ابوهم. إيه شيء يعني مهول. فكتبنا يعني كتبت مذكرات يعني حد الآن محتفظ بها من التسعينات المذكرات. وبعدين بدينا بدأت ناس يعني مثلا عندنا ناس بالمحلة عوائل اختفت يعني بالثمانينات، بنهاية الثمانينات ما في يوم وما نشوفهم. هذول منهم اللي اجى الجيش اخذهم، يعني كان عندهم علاقات ويا مثلا اذا ابنهم التحق بالبيشمركة بالثمانينات اخذوهم، واللي ناس عندهم قرايب مثلا بالقرى اللي اخذوهم بالانفال، واللي يعني تقريبا اكثر من 180 الف واحد من المهجرين واللي اختفوا والمقابر الجماعيه. فبدا بعض هذول الناس يرجعون بالتسعينات، وبدانا يعني نسمع عن قصصهم مأساتهم. فهذا صار بدايه شغفي انه قلت لازم اكتب عن هاي المأساة الأنفال، خاصة أنه قريب من بيتنا كان في قلعة اسمها قلعة نزاركي. فهاي القلعة يعني قلعة شو اسمها؟ يعني قلعة نزاركي، هي منطقة اسمها نزار. نزاركي بس قريبة من بيتنا. إيه فبيها يعني الجيش قبل، خلال الأنفال كان يجيبون هذول الناس اللي يعني يطلعوهم من بيوتهم من القرى اسبوع اسبوعين، يخلوهم بالقلعه هاي وتعذيب وقتل هاي، واللي بقيه اوف ياخذوهم يسفروهم. فهاي قريبه هم فكل يوم شوف القلعه، وصارت هسه يعني حتى يعني واحد مرات حتى بس يمر بالقلعه يشعر بالخوف يعني. فهذا بدا الشغف بالكتابه، ومن حولنا على ناشفه غالبيه الاكراد الموجودين بناشفيل هم من اللي هجروهم، واللي يعني اللي قدروا يطلعون خلال الأنفال. فمنهم العوائل اللي مثلا نص العائلة تهجرت وانقتلت والبقية اجوا على أمريكا، فصار احتكاك وبدينا نعرف يعني أكثر عن حياتهم عن قصصهم. فهاي فبس لأنه اشتغلت بالدراسة صراحة، فما قدرت إلى صار مسألة الكوفيد وكل هذا الستريس والشغل، فكنت ارجع من الشغل وكل هذا الستريس، ف
فارق يعني من الساعه 3 الصبح ما اقدر انا، فقلت ليش يعني اقعد وبس اصلا، خلي اكتب. فهاي يعني بدايه فهذا المشروع شلون بدا. وهذه العفو كتابتها يعني كم طولت معك؟ The Mountains We Carry. كتابة يعني الكتابة تقريبا 6 شهور إلى 8 أشهر هاي بس الكتابة، بس الأوتلاين كان عندي أوتلاين من يعني من سنين، يعني شوي شوي أضيف للأوتلاين، بس ككتابة مباشرة 6 إلى 8 أشهر، وبعدين 4 أشهر هيجي تنقيح يعني أدتين هاي، بس about 6 to 8 months. أوكي وزين شنو، ما أعرف إذا راح تقول لنا نبذة عن الكتاب أو إذا ما تريد تحرقه طبعاً تخليه إنه للمتابعين اللي يريدون إنه يحصلون على الكتاب ويقروه براحتك. لا لا عادي، هو الكتاب هو الرواية فيكشنال يعني يعني مبني على على شيء واقعي حقيقي صار، بس الشخصيات والقصة بنفسها مو حقيقية، بس إذا تشوف أي واحد من الأنفال يقرأ الرواية يقول لك والله جزء من هذا صار لنا. فهي الرواية فيكشنال عن عائلة من منطقة دهوك، يعني قرية خارج منطقة دهوك من منطقة برواري، هاي المعروفة بال التفاح البرواري، كان صدام كلش يحب التفاح البرواري. فهاي العائلة بيها أبوهم انعدم بالبداية حرب إيران، لأنه إجا اسمه يعني التحق بالجيش بس صار هارب فمسكوا وانعدم نص المدينة. فبعدين بقية العائلة تحولوا للقرية، فما أرادوا يعني يعيشون بالمدينة وكل هاي الذكريات الأليمة. بس واحد يعني عندهم ابنين، واحد متبني لأنه يعني يتيم، بس الابن هذا آزاد هو واحد من ثلاث، هو ثلاث شخصيات آزاد يعني one man and two men، هم ثلاث شخصيات يحكون عن قصة عائلتهم نفس الوقت، يعني من كل واحد من منطلقة. فهذا آزاد ابنهم الأكبر، هو يريد يدرس، يعني هو شغف عنده شغف بالدراسة، فمن تحول على القرية ما بيها مدارس، فراد يرجع للمدينة يدرس، بس أمه وأخوات اثنين ما رادوا يرجعون لأنه عندهم هاي الذكريات الأليمة. فهو جاء على المدينة يدرس متوسطة، هو بس كل حلمه بس يدخل الكلية ويدرس إنجليزي أدب إنجليزي. وهو خطيبته هم جوان، فهاي من الكاركتر، وأخته دلفين هاي هم ثلاث كاركتر، خطيبته والعائلة موجودين بالقرية. فمصير حملة الأنفال هو يعني هو بدهوك هم بالقرية، فسيف سيبريشن، فكل واحد كل طرف يروح يعني طرف واحد خاص. فبس هو وأخوه يعني من يحاولون يرجعون للقرية، بس يعني مسكوهم الجيش وتعرضون للتعذيب هاي. فهاي قصة العائلة أنه شلون يصير عندهم هذا افتراق يعني separation، وشلون واحد الطرف يروح يصير لاجئ والطرف الثاني يعني يصير بالسجن، ويعني هاي قصة طويلة وفيها مأساة يعني كلش، بس بها همنا يعني مثل ما تقول يعني positive lessons يعني. بس حاولت أركز على مو بس يعني تركيزي الكبير بهاي القصة مو بس على أنه والله صارت هاي الأنفال وأنه إحنا عندنا ضحايا وضحايا وضحايا، لا أريد أركز على الجانب الإيجابي أنه صحيح صارت هاي الحملات الأنفال، بس خلي شوية ندرس نشوف أنه ليش، شنو كان الوضع اللي ساعد انه تصير مثل هاي حمله الانفال، وليش اكو منا مثلا احنا حتى اللي عشنا بالمدينه ما كثير من الناس ما اصلا كنا نعرف اللي صار بالانفال، ما عرفنا لانه تعتيم اعلامي عليها. وهمنا نركز انه صحيح في قتل، في هاي الممارسات الهمجيه الوحشيه، بس الحب لازم يبقى، انه التكاتف الاجتماعي، انه اذا مثلا
رئيس عربي يقتل بالكرد، مو انه كل العرب يكرهون الكرد، او اذا كردي يعني يصير يعني ظاهر ضد الرئيس عربي او تركي، مو انه يكرهون الكل العرب والترك. فهاي لانه اذا تشوف حتى بالقصه اكو بها نماذج من قصص انه شلون له عائله عربيه ساعدت بانقاذ مجموعه من هذول الاكراد اللي يعني هربوا من السجن. وهاي قصص صحيح صارت. ونفس الشيء، وهذا الشيء انا بنفس يعني عشت هذا هاي المرحله، يعني اتذكر لحد الان انه بال 91 من صارت الانتفاضه الاف، طبعا هو بعد حرب الكويت، بعد حرب ايران، صدام اخذ كل هذا الجيش، الاف الجيش والوحدات العسكريه جابها للشمال حتى يفتك بالاكراد. فمن صارت الانتفاضه الاف من هذول الجنود اللي قتلوا الاكراد، اللي طلعوهم من بيوتهم، هجروهم، هم صاروا اسرى بيد البشمركة، هم صاروا اسرى بيد الاكراد. وانا اتذكر، فهذول وين يروحون؟ خلوهم بالمساجد، كلش روح اي مسجد، اي جامع بدهوك بالموصل، متروس هذول الجنود. وانا اتذكر حد الان، وكنا اطفال يعني، وكان وقت رمضان، كل يوم كل يوم كل يوم، وهاي هم ذكرتها بالقصه حتى الناس تعرف انه في دائما في طرف ثاني لاي صراع. كل يوم هذول الناس اي محل الاكراد ياخذون اكل حار ويعني فريش، افطار لهذول الاسرى الجنود العراقيين اللي بالمساجد، ويعاملوهم احسن معامله. وانا اذكر كل يوم، يعني مثلا الوالدي يقول لي والدتي تطبخين طبق خاص، وهذول واني اخذها، يقول لي راح اخذها للمسجد خليها وترجع. فهذا مهم انه نركز عليه، نركز على شيء ايجابي باي مشكله، اي حرب، اي صراع، لانه انا اقول دائما انه بكل حروب، بكل الصراعات، مثل نظاره سوداء واحد يعني ياخذ يخليه على عينه وما يشوف حقيقه الوضع. فهذا طبعا يعني واحد من اكبر الامور اللي حاولت اركز عليها، انه اي واحد، مو بس شرط كردي، اي واحد عراقي حتى غير عراقي يقرا هذا الكتاب راح يشوف انه هذا يعني بامور ايجابيه جدا، فراح تركز عليها. وهي يمكن هذه فد رساله كلش احنا محتاجها هسه، يعني خصوصا اذا كان بالعراق، اذا كان بالوطن العربي، على قولتك بظل هالصراعات اللي دا تصير كلها، اذا كان بين الجنسيات، اذا كان بين الاعراق، اذا كان بين الاديان. يعني احنا بالعراق هاي شكد صارنا، يعني يمكن نعاني منها هاي 16 سنه، بس هي بداياتها كانت تبدي حتى قبل هاي 16 او 17 سنه، من قبل ال 2003 بالغزو. اكيد وبعدين هم انا عجبني انه بها قصه حب، هذا شيء مهم جدا. كل ما اكو قصه حب باي صراع راح يعطيك هذا الامل، يعطيك انه في شيء انت تركز عليه، ومو بس راح نركز على المصاعب اللي تصير. ف هسه تشوف يعني يمكن العشاق يشترون كتابك، يريدون يشوفون شو صار في قصه حب، بس مو قصه حب هنديه، يعني قصة حب وقصة تضحية، يعني للتعليم والهاي، حتى واحد يدرك أنه خلال الحروب والصراعات يعني التعليم أو من أول الأشياء اللي يعني تتأثر. فهذا هم جزء من التركيز بالرواية. وشو اللي سويته حتى تحضر لكتابة هاي الرواية؟ يعني هل دخلت دورة معينة؟ هل أو ما سألتك يعني هل هي كتبتها أنت بالإنجليزي؟ نعم. ولا شو اللغة الأساسية؟ بالإنجليزي وبعدين كتبتها بالإنجليزي. أنا يعني مرتاح يعني بكتابة الإنجليزي والعربي اثنين، بس حسيت أنه الإنجليزي أحسن، لأنه بسرعة واحد يقدر يطلع الكتاب، والغير العرب غير الأكراد يقرؤون الكتاب. بس هسه تصير ترجمه للكرديه وترجمه للعربيه والفارسيه، ويمكن تركيا راح تبدا، وواحد ترجمه الالمانيه همينة. بس اكثر شيء مهم بالنسبه لي، اكثر شيء بالنسبه لي مهم ترجمه الكرديه والعربيه، لانه هذا مهم جدا جدا. فاللي سويت حتى
اتهيأ للرواية هاي هو أولا أنه عندك قضية تؤمن بها من تكتب عن شيء، لأنه القارئ راح يشوف أنه إذا أنت هذا الشيء بس تجاري ولا شيء واحد يعني عاطفي من عاطفتك. ثاني شيء، وهذا ما احتاج يعني تهيأ، هذا واحد هذا الشيء إما تؤمن به أو ما تؤمن به. وثاني شيء بالنسبة لي كان كلش مهم أنه أقعد أحكي ويا الناس اللي مروا بهاي الحقبة، مو بس الضحايا، يعني مهم جدا، مو بس يعني أقعد وأحكي ويا الناس اللي، وطبعا كثير سويت انترفيوز، وطبعا هاي الانترفيوز بعد أنا طبعا أنا قصتي سويتها الأوتلاين وكل شيء بعدين كباك جراوند انفورميشن حتى ما تتأثر قصتي أنه يسويها كوبي القصة معينة، فسويت القصة وكل شيء بس حتى الديتيلز اوف باك جراوند. سويت مقابلات ويا مثلا الضحايا اللي تعرضوا اللي يعني مثلا افتقدوا اهل وعوائل وشافوا التعذيب، وحتى واحد يعني بناشفل عندنا واحد صديقنا صديق عزيز جدا، هو كان عمره 12 13 سنه واخذوه بهذه القلعه وتعذب لانه هو كان يعني بسن المراهقه بس مبين انه يعني اولدر ذان ايج، حسبوه 16 17 سنه بس هو 12 13 سنه. فهاي الانترفيوز مهمه، بس همنا حاولت اتواصل ويا مثلا الناس اللي كانوا جنود بالجيش وقتها حتى واحد يعرف شنو موقفهم، شنو اللي صار ذاك الوقت. اكو منهم يعني اللي يقول لك والله انا مطيع للاوامر، بس اكو منهم جنود الجيش العراقي اللي هم شاركوا جنود الجيش العراقي، ايه حتى منهم اكراد يعني كردي بالجيش والزام يعني شو يسوي هو، وصار امر انت تروح. بس اكو منهم حتى اللي بالجيش يقول لك والله احنا شفنا، احنا كنا بالمواقعنا وشفنا ناس تهجر مثلا تحاول تهرب للحدود التركية حتى قبل ما احنا نجي، بس اذا كنا نريد نقصفهم نقتلهم كلهم. فهم ابيهم هاي القصص الزينب، وبينهم اللي تفنن بالقتل، لانه مثلا يقول لك احنا تمسكهم خليهم بالسجن، بس هو يريد يثبت ولاءه فيروح يتفنن بالتعذيب، فيشوف كل اطراف الصراع. وحتى واحد انه خلال الانترفيو مالتي حتى مقابلاتي مع هذول يعني كثير من هذول اللي الضحايا اتعجبوا انه شلون احنا اللي موجودين بالمدينه ما كنا نعرف باللي صار. حتى عندهم باخذين موقف انه شلون اخواننا العرب بالعراق وشلون اخواننا الافراد بالمدن ما اجوا ما ساعدونا، بس يقول لك انت انا مرات يعني شو اسوي، يعني شو اسوي. فهذا كان مهم، وحتى يبين انه صراع طرف الصراع اللي كانوا بالمدينة يعيشون هم سووا تضحيات. يعني مثلا هسه والدي هم سووا تضحيات، مو ما كان بيشمرقة يعني بالنسبة يعني مسألة أنه حمل السلاح، بالنسبة لي أشوفها بيشمرقة ومناضل، لأنه كان مدير وحكا مدير المتوسطة وكان مدرس إنجليزي، وبس رفض يوقع يصير بعثي، يعني شيء مبدأ يعني شخصي. هو كان بالكلية بالموصل من يعني من الأوائل، فراد يسوي ماجستير يعني بالإنجليزي، قال له بس توقع صير بعثي وخلاص. قال ما يعني مسألة. فأنا أتذكر كذا مرة يجون الأمن يعني بالعسكر يجون على الباب ويهددوا، إحنا مرات يعني حتى نبكي يعني كأطفال يعني. بس هو أصر أنه ما يوقع، مسألة أنه مبدأ أنا ما أريد أصير بعثي وخلاص. فكثير ضحى بسبب هذا ومنعوه من الدراسة، ولهذا أول شيء سوى من جينا على أمريكا أول شيء سوى دخلوا ودرس الماجستير، قال أنا بس أثبت أنه وخلص الماجستير، قال خلاص هسه حتى إذا ما أشتغل بهاي الشهادة أنا أثبت أنه أنا خلاص. فهذا بالنسبة لي هذا التهيئة للقصة وتهيئة للدراسة للكتابة. هاي تحتاج يعني واحد ذهنيا يكون مركز، فهاي شوية صعبة لي أنا، أخذتني يعني شهر كامل على ما كتبت أول صفحة، بس من بديت بالأول صفحة وصار يعني كروز كنترول بعدها. حلو حلو. طيب وكتابك الثاني اللي انت حاليا قاعد تكتب به اللي هو Waters Under Baghdad،
باغات، نعم واللي هو احس اني انه يعني الوجه الاخر كمان للماونتنز ويكاري. فهذا نعم الكتاب عن شنو؟ هو ما كمل بعده، فما ادري انت تقدر تتكلم فيه ولا. لا لا عادي والله. هذا الكتاب بالنسبة لي كلش مهم، هاي الرواية، هاي القصة، لأنه هاي قصة العراق الحديث في 100 سنة، مئة سنة، وأني كلش مهتم بالأمور التاريخية. يعني مثلا تاريخ العراق الحديث أنا كلش أقرأ، ويعني أحاول أفهم يعني من زمان يعني كلش. فمرات أتعجب أنه شلون إحنا العراق كعراقيين ما نفهم تاريخنا نهائيا، او نفهم التاريخ كله غلط، او نفهم التاريخ من خلال منظار قائد معين، او انه شلون شوف قائد او حقبه معينه من الحكم، واحنا يعني نضغط على نفسنا انه اما نتقبلهم 100% او نرفضهم 100%. فهاي مشكله احنا العراقيين عاطفيين وراسا، يعني من زيرو الى 100 راسا. فهاي القصه، هاي الروايه، فردت اسويها روايه حتى تصير متعه. فالقصه اريد اركز انه من خلال الاسم Waters Under Baghdad، او مياه تحت بغداد، انه شنو معناه؟ انه اللي يمد بغداد، المياه اللي تمد بغداد بالحب، واللي تمد بغداد بالتفرقة، واللي تمد، والمياه الآسنة العفنة بخلال اللي صارت بسبب الحكم، والمياه اللي حياة بغداد، يعني كرمز للعراق، أنه رمز للشعب العراقي. فهذا سبب اختياري لهذا الاسم. فالقصة تكون على تابع عائلة عراقية من شخص مولود بداية تنصيب الملك فيصل، أول ملك العراق، ويسموها فيصل، يعني أبوه يسميه فيصل على اسم الملك. ومن من 1921 إلى 2021، هاي 100 سنة خلال 3 يعني جنريشنز للعائلة. وأريد يعني أركز كشلون العائلة العراقية البغدادية هاي عاشت كل هاي الحقب السياسية، بدون نركز أنه هذا غلط وهذا صحيح، لا، الحياة تخلي الناس هي، بس تركيز أكبر على بعد الغزو، يعني بال2003، هذا يعني كثير تركيز. وبها يعني بها جانب، هما اللي هذا الشاب هو الحفيد فيصل، هو حفيد الجد الفيصل، هو اللي يعيش خلال وقت الغزو والمأساة، ويعيش كل هاي الحروب الطائفية، بس بالأخير يهرب، طبعا تصير مأساة لعائلتهم. فوين يلتقي هو، أو بداية الرواية، يلتقي بوحدة سيدة كردية بحدود بولندا وبيلاروس، أنه يعني ضيعت أهلها. فهو هذا دي، فهم قصتهم شلون الحدود، وبس ايش راح يصير بيهم. فروح between then now and then with then going back to 1921 إلى 2021، وش راح يصير يعني. فهذا جزء من تاريخ العراق مهم جدا أنه يعني نفهمه. فال يعني التشالنج أكبر من الماونتنز بكثير، لأنه أنا صراحة ما شفت بغداد أبد، يعني بحياتي ما زار، ولا عندي خالات اثنين يعني كانوا ببغداد، حتى لحد الآن يعني بعد واحدة موجودة بغداد، وكلش أريد أزور بغداد. بس مرات أحس أنه إذا أزور بغداد هسه راح أشوف الصورة المحزنة، مثل الموصل، أنا هسه ما أريد أروح الموصل، آخر صورة عندي على الموصل كلش حلوة، وأريد تخلي هاي الصورة تبقى يعني. فهاي قصة الكتاب يعني، إن شاء الله نشتغل عليه. حلو، إن شاء الله هذا همنا لما يطلع نقدر نقرأ ونشوف هذه الأفكار كلها. يعني كتاب كلش حلو، أكيد الفكرة اللي فيه وخصوصا المسج اللي بيه، إنه دائما هذه أحسها إنه يعني هاي بالكتابين موجودة، ويمكن طبيعتك أنت هالشيء، إنه قصة إنه لا تشوف إنه بس صورة وتترك صور ثانية، لا تأخذ رأي واحد وتترك آراء هواية كثيرة، وحاول دائما إنه تلم، إنه يعني ترمم ما تصدع. فتخيل إنه فد شيء يعني القراء راح يستمتعون به إن شاء الله. وبقصة حبها بينها.
ما هبقى قصة حب؟ لا هاي أكيد بعد هاي لازم عراقيين احنا، لازم عراقيين لازم. لازم. يا هاي الـ هاي الكوميرشال بوينت مالتك اللي راح يشتروها. هاي تعرف هسه ذكرتني بنكتة من كله، كل شوي يقول احنا العراقيين احنا الاكراد احنا الاكراد، ذكرني نكتة واحد صديقنا هسه موجود، هذا ما مرتبط بالكتاب بس هسه ذكرت النكتة ايه والله ممكن ايه. فواحد صديقنا كردي من سليمانية موجود هسه بناشفيل، هو بحرب الكويت كان جندي، خطي جندي بالجبهة، وبالجبهة يعني اخذوه بالعرعر يعني بالحفر الباطن. ايه فصار ايه فمن صارت هاي يعني التحالف الهجوم، فصاروا يعني بنص الصحراء ومنعزلين عن الجيش العراقي ولا امدادات، وهو وحده صغيره. يقول احنا يعني 10 15 جندي، وهو الواحد الوحيد الكردي، وعنده امر يعني يقول كلش ملتزم مسلم وكلش ملتزم هاي. فيقول احنا 24 ساعه موجودين، ماكو شيء لا راديو ولا تلفزيون بس سوالف. فيقول ورا اجا يقول يلا كل واحد لازم يقول شيء، فيقول كل شوي يجي واحد ها اخوتي ها وكلهم ها ويقول شيء، واحنا قلت انا ما اعرف كل شيء ما اعرف. فيقول وامر قال لي ما اذا ما تقول شيء ما يعني ها صراحة يعني عاقبك. فيقول راسا، فهو كلش يعني شقاتي. فيقول والله راسا ما اعرف شلون اجت، قال قلت ها اخوتي ها، قال ها، قال احنا الاكراد عندنا غيره، قال ايه، قال هذا الامر كله، قال احنا اكراد عندنا غيره، قال ايه، قال ليل ونهار نشرب بيره، قال ان شاء الله. يقول خلاني قال خلاني بالتانكي مال ماي سجن في يوم كامل. ايه فهاي قوية. هاي ذكرتها من هسه، قلت والله لازم اقول له لا. لا قوية قوية. هو الصبر انه اشوف يقول شيء ثاني، اكراد عندنا غيره. حلوة حلوة، خوش نكتة زين. حلو. وردت أقول لك هم بينا. بالنسبة للكتاب الأول، أنت حاليا الكتاب موجود، البارحة شفتك منزل ريفيو عليه على البيج مالتك على الانستغرام، حد أنه قاريه ومسوي لك ريفيو، فهو موجود على الأمازون إذا كان أحد يريد نعم يشتري. إيه، الكتاب موجود على أمازون يعني بس تسوي ريسيرش ماونتنز وي كاري، وموجود على أمازون كل الماركت يعني بأوروبا بأستراليا بيابان كل يعني يعني there's sales everywhere. فموجود بالهارد كفر or regular copy، وحتى the e-book يعني موجود، وحاليا موجود بالعراق يعني حتى بالنسخه الانجليزيه، ويعني بحاول الاوديو بوك يعني نشتغل على الاوديو بوك، فان شاء الله بس حلو. يخلص خلال هالشهرين راح ينزل. اذا محتاجين احد يلقي لكم الاوديو بوك قول لي. ها اذا محتاجين احد يلقي لكم الاوديو بوك، انا دا اتدرب هسه على الالقاء بالبودكاست، ف هسه والله اقول عندي لك بدي اسوي هذه، لك الاوديو. ده نحشي بيها يعني بعدين. حلو، بس ابعث لي اللينك مالته مال الكتاب حتى اخلي لك اياه كمان باليوتيوب، فاللي يشوفون اليوتيوب ويريد يحب انه يطلع على الكتاب يقدر يدخل عليه راسا ان شاء الله. ويشتري. لا لا الكتاب يعني الحمد لله سو فار ريفيوز كله زين، يعني لانه خفت انه اول كتاب اول محاولة وبالانجليزي، بس أنا اللي سويت أخذت الكتاب وسويت التنقيح ويا ناس يعني كلش مشددين بالتنقيح، فبس الحمد لله يعني كان من بداية الكتابة بدون تنقيح يعني I was comfortable يعني هو الكتابة، فالحمد لله بها الكتابة زينة والقصة زينة، مو بس يعني مثلا أنه والله نقرا كتاب واحد كردي واحد عراقي حتى بس سبورت، لا يعني انتوا صح. حتى في اثنين ثلاثه من البروديوسرز موفي بروديوسرز هسه يقرؤون الكتاب they are interested. حلو ف يا فشوف يعني اذا يصير فيلم في ان اليوم، شاء الله. اذا يصير فيلم راح اتصل بيك يعني اذا عندك. يعني اصير انا همين اللي اقرا الكتاب الصوت وهم بطل الفيلم. ايه بطل فيلم انت، تصير انت راح تكون هذا السجان، تكون سجان ها انا فكرت راح تخليني العاشق.
حلو تمام. وقلت لي هو مترجم هسه ل5 لغات، هذا الكتاب والترجمه والهاي هو يعني سيلف ببلشت ولا انت تعاملت مع حد انه يسوي لك هاي التراجم وهالشيء؟ لا انا يعني ردت اسوي سيلف ببلش بسبب هذا الترجمه، لانه التراديشنال ببلشينج، من انت تسوي تراديشنال ببلشينج اسهل ان هم يتكفلون بالدعايه والنشر، بس هم راح يسيطرون على الترجمه، يعني فيها كثير يعني هاي التفاصيل. فالسيلف ببلش شويه اصعب انه واحد يسوي سيلف ببلش وكل هذه الخطوات، بس الحمد لله يعني واحد يتعلم منها، فتصير اسهل. انه مثلا اني مثلا الترجمه العربيه، واحد من اصدقائنا يعني هو هم طبيب بس كردي، يعني طبيب موجود امريكا، بس انا انا بصراحه انا اسميه سيبويه الكرد، لانه كلش كلش قوي بالعربي، كلش قوي، وهو ترجم اكثر من يعني 15 20 كتاب. فهو قرأ الكتاب أول شيء وكلش عجبه، قال أني راح أسوي ترجمة، فهو سوي ترجمة. الكردي هم نفس الشيء، والفارسي هم يعني الناس يعني اللي الأدباء مثلا أو المترجمين اللي قرأوا النسخة الإنجليزية وعجبتهم، ويعني أنا دائما دائما أقول لهم أريد مثلا شابتر شابترين حتى أشوف يعني شلون الترجمة. فمن هم يسوون الترجمة بعدين أنا حر أسوي النشر شوي، يعني شغل اكثر، بس يعجبني يعني البروسيس اسهل من ما واحد يتعامل ويا دار نشر وهم مسيطرين على كل شيء، واذا تشيلوها من الماركت او يقول لك هذا السطر ما يعجبنا وهذا لازم نشيله، انا اريد فري يعني كله فري. صح. حلو. وشو الكتب اللي قريتها واثرت بيك انه انت ردت تكتب هاي الكتاب؟ هل في شيء يعني قرأته وشفت إنه ممكن تتعلم منه أو تعلمت والله منه انا وكتبت هاي الكتاب؟ عادة نعم، الكتب اللي قريتها ساعدتني بستايل الكتابة، مو بس مو للماتيريال بس، اللي ساعدني اكثر شيء ساعدني بكتابة هذا الكتاب هو شيء محزن طبعا وصعب، بس اكثر شيء ساعدني انطاني الجرع، يعني هاي الجرع الدفع، انه اعود واقرا او اشوف الانترفيوز مع الناس اللي مروا بهاي المأساة. يعني مثلا عندي انترفيوز، سويت انترفيوز مع ناس بساعات يعني كلش محزنه، او مثلا انترفيوهات موجوده على اليوتيوب، او واحد يشوف حتى بنفس الشيء مثلا هذا الكتاب الثاني، يعني مرات من اذا انشغل ويعني اسبوع كامل ما اكتب اي شيء فتصير صعب، فادفع نفسي انه اشوف فيديو كلش محزن او مؤلم 5 دقائق عن السقوط او اللي صار او الحرب الطائفيه، فهذا ينطيك يعني دفعه مره، يعني هو شيء محزن بس ينطيك دفعه انه لازم، صحيح محزن. حتى مرات انا اتذكر يعني واحد يعني يكتب ويبكي يعني، لانه هاي اشياء صارت يعني مو بس يعني، فلازم انه تشعر بالألم حتى تنقل هذا الألم. فعندي هذا أكثر شيء يساعد أنه واحد يعيدك إلى لحظة الحزن أو لحظة الفرح أو لحظة يعني المشكلة، يعني حتى واحد يقدر يكتب عنها. فبالنسبة لي هذا أكثر شيء واحد أكثر شيء يساعد. أوكي حلو. شلونك ويا السوشيال ميديا؟ سوشيال ميديا والله اني دائما يسالوني شلون عندي وقت للسوشيال ميديا، واني يعني هيك مثلا اكتب ودكتور طبيب وشغل ومدير هذا، بس اني بالنسبه لي السوشيال ميديا بالنسبه لي صار طريقه انه ساعدتني انه اتواصل ويا ناس، اكو ناس اصدقاء واحب، يعني بدون سوشيال ميديا يمكن ما اقدر اشوفهم يعني بعقود، واكو ناس تتعرف عليهم خلال السوشيال ميديا، اذا مو سوشيال ميديا يمكن ما تكون عندك هاي الفرصه تعرفهم. فاني كلش كلش عندي كلش اكتف بالسوشيال ميديا، ومرات يعني عندي حاول بالسوشيال ميديا هم اسوي فيديوهات
مضحكة يعني فاني، يمكن ما يعني شفت dont لك believe it، فيديو بس على هاي التيك خاصة توك بعد اول فيديو. تيك توك مال يعني عادة يوميات مثلا طبيب أشياء مضحكة، أسئلة تجيني مضحكة خلال الكوفيد أو مرضى، يعني أشياء يعني مو شخصية بس. فأكتف أكتف السوشيال ميديا، وأحاول يعني دائما أحاول، حتى تجي لي أسئلة كثير، يعني كلش تجي لي أسئلة من العراق، يعني مثلا من دهوك، من كردستان، ناس تسأل أسئلة طبية. طبعا هو دائما أحاول ما أتدخل، يعني إذا أشياء يعني للتشخيص، بس أسئلة عامة أحاول قدر الإمكان أجاوب على الأسئلة، وأحترم يعني أنه ثقتهم بي. فهذا شيء، فأكتف بالسوشيال ميديا. حلو، واكتب انت بابليكلي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك صح؟ وتويتر. وتويتر يعني كم صار لك انه لما صرت انه تنشر يعني بابليكلي؟ صار لك فترة ولا؟ والله كل ايه من يعني من 2009 يمكن الفيسبوك، بديت بالفيسبوك، وانستغرام يمكن هاي 3 سنوات، تيك توك قريب كل هاي اشهر، والتويتر يمكن سنتين 3 سنوات. يعني اذا تشوف يعني اذا يعني مرات اتصفح على صفحتي مال الفيسبوك اشوف البوستات القديمه اقول هذا منو؟ هذا ما نعرفه. بس بداية إذا تشوف يعني كلش، يعني إذا عندي الاهتمام بالمسائل السياسية واللي يصير والمشاكل والحرب هاي، بس واحد يصل إلى مرحلة هاي، أنا أقول من تعبر الأربعين تبدأ تفكر اللي شنو اللي يسوى واللي ما يسوى. فهاي اللي يسوى إنه واحد يحكي بيه، واللي ما يسوى لأنه توصلت إلى انه نظريه انه اذا الشيء اللي بس ما اقدر اسوي اي شيء عنه، ما احكي بي احسن. بس تضامن هاي اشياء مهمه، بس اكتف يعني بالسوشيال ميديا عاده، احاول اركز على الامور اللي تحاول تقرب الناس، تقرب المجتمع، او امور التوعيه العامه الطبيه، او يعني منتورشيب للطلاب والهاي. فاهم، احاول قدر الامكان اسوي بعض. حلو حلو. يعني والله صار لي يعني مو فترة طويلة على السوشيال ميديا، يمكن يعني انه كأنه اكتب بابليكلي وهالاشياء. يعني انستغرام مالتي مثلا ما صار لسنة، سنة ونص. فيعني بها احيانا صعوبات، وبها احيانا تشوفها تقول يعني، وخصوصا انه السوشيال ميديا عموما هسه فيها يعني ديكلاين. يعني الفيسبوك الجروث ماله دا يقل، الانستغرام الجروث ماله دا يقل، وفيها احيانا حتى الامباكت مالتها. يعني انت تحاول تشوف انا ايش قد الامباكت مالي، يعني هل اني البوزيتيف اللي دا اقدمه هو جاستيفايز احيانا النيجاتيف للسوشيال ميديا ككل. ففيها احيانا يعني بعض الصعوبات اللي اشوفها، بس يعني مثل ما قلت انه تفرح انه تخليك تتعرف على ناس اللي هم يفيدوك، الناس اللي هم لهم شيء هادف، لهم رسالة يريدون يوصلوها، ومو بس الأشياء اللي هي يعني ما بيها غلط إنه واحد يتابع الأشياء اللي هي للترفيه، بس لما تكون إنه بس ترفيه، وأحيانا الإسفاف اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا خليك دائما تفكر ها أنا صح، أنا نعم. غلط، أنا بدي أسويها ولا هالأشياء. حلو، طيب خلينا نختم يمكن بآخر شيء نصيحتين من عندك، اللي هي أنت يعني عرفتها من خلال هاي ال 41 سنة و 42 سنة، إذا كان من دراستك، من انتقالك لأمريكا، العيش بأمريكا، من ممارستك للطب، أو من كتابتك. شو النصيحتين اللي تريد تعطيها للمشاهدين والمستمعين اللي تشوف إنه هي ممكن تفيدهم؟ والله أول نصيحة أو أول درس أنا يعني تعلمته بالحياة، أنه البشرية فوق كل شيء. يعني واحد من شوف أي تعامل ويا أي واحد، أول شيء نشوفه أنه بشرية، المفهوم البشري فوق الريليج، فوق الدين، فوق اللغة، فوق الطائفة. فإذا من يضيع هذا المبدأ، الإنسان يخسر. يخسر شلون؟ يخسر مبادئ الإنسانية، حتى يخسر
صداقات، يخسر القابلية على جذب ناس يمكن يسوون يجيبون تغيير إيجابي بالنسبة لحياته. فمشكلة هسه بالدنيا أنه الناس تتعامل بعضها البعض مو على أساس إنساني. أول شيء تقول لك أنا إذا مو من طائفتي، إذا مو من بلدي، ما أخاطر أتعامل وياه. فهاي أول شيء أقول له، أنه البشرية فوق الدين، فوق اللغة، فوق العشيرة، فوق كل شيء، لأنه بالأول والأخير ما ممكن يصير إنسان متدين إذا مو بشر زين. ما تصير واحد بش ما تصير إنسان حضاري إذا ما عندك هذا الاحترام للبشرية. فهذا أول شيء. والشيء الثاني، خاصة بالنسبة اللي يعيشون الناس العراقيين وغير العراقيين اللي يعيشون في المهجر، اللي يعني هاي المراحل اللي يمرون بيها ويتركون البلد. أنا بالنسبة إلي، واحد يشوف الوطن، أنه الوطن اللي هو الشيء اللي تحمله وياك، مو الشيء اللي تتركه خلفك. هاي المسألة مهمة جدا سايكولوجيا بالنسبة للناس اللي تعيش بالمهجر، لأنه إذا عندك هاي الفكرة أنه أنا تركت البلد وتركت كل شيء زين، تركت الذكريات، تركت الحب، تركت هذا الولاء والوفاء، هذا أنت بقية عمرك راح تعيش بالحزن والأسى. وحتى اللي ما يطلعون، إذا هيك يفهمون يقول لك أنت هذا خان البلد وخان الوطن، لأنه كل واحد عنده يعني أشياء خاصة في حياته وظروفه الخاصة. فالوطن بالنسبة إلي هو اللي الشيء اللي تحمله بداخلك، سواء وطن هو اللي على الخريطة، ويمكن بعد سنة سنتين تتغير هذا الشيء، يمكن جزء من هاي الخريطة يتغير أو الناس تتغير، بس الوطن هو الوطن اللي أنت تؤمن به وتعيش ذكرياته وتعيش حبه. ومو شرط أنه تقدم شيء لبلدك أو وطنك، أنه لازم تركب الطيارة وترجع وتحارب وتسوي هيجي، لا. في مرات يعني يمكن دقيقة واحدة أو 5 دقائق حياتك تسوي بيها شيء أكثر من 20 سنة عايش بين الناس. فهاي النصيحتين مهمة جدا بالنسبة لنا سايكولوجيا في زمن أنه نعيش الحروب، نعيش الصراعات، ونعيش يعني كثير كثير في كلش في هاي السكارين، هاي التراما اللي صارت بالنسبة لنا اللي مروا بالحروب ويعيشون الحروب. فهاي النصيحتين إلي نفسي أولا، وكل واحد بيسمع وبيشوف، أنه حتى نعيش حياة أحسن إن شاء الله لنا والأهلنا والأبنائنا والأجيال القادمة. حلو، نصيحتين كلش حلوة صديقي زيد، وأنا هم يعني أتفق وياك بهاي النصيحتين، وأشوفها أنه فعلا هي أهمية أنه أنت تنظر لهالشيء، يعني الإنسانية فوق الطوائف، والوطن هو الوطن اللي تحمله وياك لصحتك أنت ولعافيتك أنت. شكرا جزيلا، كان لقاء جدا ممتع وجدا استمتعت أنه أتعرف عليك ونسولف أكثر، هذا أول لقاء لنا، فإن إن شاء شاء الله الله أول لقاء ومو آخر لقاء. وأنا أشكرك على هاي الاستضافة، وأتمنى لك كل الموفقية، وعندك بيت وأهل في ناشفيل، متى ما تزور يعني إن ألف شاء الله شكر. دائما. لازم والله، أنا لازم يعني ناشفل كنت أول شيء رايد أجيها أشوف الميوزك سين، بس هسه أول شيء رايد أجيها حتى أشوفك هناك إن شاء الله وأسلم عليك. يا هلا بيك، يا هلا الله بيك، على يخليك، راسي. أي وقت ونبقى على اتصال. شكرا إن شاء جزيلا، الله. شكرا مع جزيلا، السلامة، يا هلا بيك، يا حياك هلا الله. بيك، سلام.